الأشخاص اللي كنتش بتتقبلهم سياسياً وفكرياً؟ لأن الناس زي مين بقى؟ أحمد عز حبيته إنسانية؟ إنسانية. طب السياسية؟ أحمد المغربي. أحمد المغربي حبيته، ماشي. مين تاني؟ زهير جيران. مبدئي ما احتكتش بيه. طب أنت حاسس الناس دي ظلمت سياسياً ولا لا سياسياً؟ طيار؟ لا 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 طيار؟ إنسانياً، إنسانية إنسانية. طب وكنا من مناقشات كنت بتنصحهم تقول لهم انكم اخطأتوا سياسيا؟ كنت بقول كده وكانوا بيدافعوا عن نفسهم. بس انت مقتنع احمد عز شارك في افساد الحياه السياسيه قبل 2011؟ هي كانت فاسده اصلا. كانت فاسده، بس هو ما اشتركش بتزوير الانتخابات فين؟ لا وزاره الداخليه. هو ما اشتركش؟ هو ما طلعش؟ لا مش لان اولا هو مالوش سيطره على وزاره الداخليه. بالظبط. ده نمرة واحد. انما مفيش جهود ان هو يشترك وضغط على لجنه الانتخابات. اي لجنه انتخابات؟ ضغط لجنة انتخابات في 2011 في 2010 في تغيير نتائج بعد الانتخابات من دعم مع حمدين صباح الراجل وعلى اللي هو نجاح وبعدين سقط. معرفش. طب ليه ما كانش وزارة الداخلية اللي عملت كده؟ ما هو ضغوط بقى. أصل الجهود اللي عملها أحمد عز لاختيار الأعضاء إنه ست شهور عمال يعمل استطلاعات رأي وعمال يعمل انتخابات الوحدات القاعدية ده حريص على يجيب ناس كويسة. هو لو هو الراجل اللي هيزور تقول لك انا وجع دماغي ليه من اللي انا عايزه بلس هنجح. وزهير جرانا يعني ايه يعني المغربي انا يعني انا اتفق انسانيا. انا بتكلم انسانيا. انما حاسس ان هو اخطا. مين؟ زهير جرانا. زهير ما كانش راجل له في السياسه خالص. ولا له في دقه العمل ولا اشتغل في حكومه قبل كده. طب وقربت من جمال او علاء في السياسه؟ يعني كنت بنصلي سوا بنقعد مع المجموعات مع بعض لكن ما عادش معاهم كل واحد لوحده.